لغاية الآن تبدو الأمور هادئة في الشوارع في بيروت، رغم انتشار بعض مناصري تيار المستقبل الذين كانوا ينتظرون صدور الحكم بالقرب من النصب التذكاري وللشهيد الحريري وبالقرب من المدفن الخاص به، بالإضافة إلى انتشار كبير للأجهزة الأمنية لمنع أي تصادمات بين هذه التجمعات وبين تجمعات خاصة بحزب الله، كون المتهمين تابعين للحزب. إلا أن محاولات التهدئة التي استمرت طيلة الأسبوع الماضي من قبل سعد الحريري وقياديي ديار المستقبل يبدو أنها أفلحت والأمور هادئة إلى حد الآن، لكن لا أحد يعلم إذا ما كان هناك من مفتعلين للفتن أو الباحثين عن يعني إيجاد توتر أمني ما، لكن أعتقد أن الجميع متفق على التهدئة وعدم جر البلاد إلى الصدمات ربما تكون طائفية وليست حزبية فقط. الآن بالضبط صدر الحكم، تم إعلان براءة ثلاثة من المتهمين من أصل أربعة، والرابع تم تأكيد تورطه في جريمة الاغتيال. أما بالنسبة للفترة الزمنية، يعني الحادثة وقعت في العام 2005، المحكمة الدولية تم إنشاؤها في العام 2009، واستمرت طيلة هذه الفترة أعمال التحقيقات. لا ننسى بأن فور حدوث الجريمة جرى طمس للكثير من الأدلة مما أعاق التحقيقات بشكل كبير، حيث قامت بعض القوى الأمنية وقتها بردم الحفرة التي نتجت عن الانفجار، وهو ما أضاع على المحققين الكثير من الأدلة التي كان من الممكن أن يتم التوصل من خلالها لمعرفة الفاعلين بوقت أسرع. المسألة يعني لا أريد أن أقول أنها سياسية، لكنها واجهت الكثير من التعقيدات في الداخل اللبناني بشكل خاص، كون المتهمين تابعين لجهة سياسية قوية جدا على الأرض وهي حزب الله، وبالتالي فإن التعاون خلال التحقيقات كان سيئا جدا مما أدى إلى هذا التأخير. والمحكمة اشتغلت على خطين، الخط الأول وهو خط الأدلة القانونية والإجراءات القانونية وما تقدم به المدعي العام للمحكمة، والخط الآخر أخذت بعين الاعتبار المجريات السياسية التي كانت سائدة خلال تلك الفترة، بمعنى أصح من كان لديه أو من كان سيكسب سياسياً إن تم اغتيال رفيق الحريري، وأخذت بعين الاعتبار أيضاً تلقي عدة تهديدات من القيادات السورية، بالإضافة إلى علاقته السيئة في ذلك الوقت مع حزب الله، حيث انسحب من الحياة السياسية وقرر أن يقوم مواطناً، وكان من المفترض أن يشترك بالانتخابات النيابية بعدها بثلاثة أشهر، بعد عملية الاغتيال بثلاثة أشهر أو بشهرين تقريبا. وبالتالي فإن يعني رغم عدم صدور اتهام مباشر لحزب الله، لكن اتهامه واتهام القيادة السورية آنذاك وليست الحالية، ومن الممكن تسميتهم الحرس القديم في القيادة السورية، وخاصة غازي كنعان الذي تم تصفيته وجرى الإعلام بأنه انتحر في مكتبه، هذا يؤدي يعني بشكل بآخر إلى أن الأجواء في آنذاك هي التي أدت إلى تصفية رفيق الحريري، إلى إعدامه بشكل أضاق. وأعتقد بأن هذا الأمر سيضيق الخناق سياسياً على حزب الله، خرج عن البروتوكولات السياسية المعتمدة واستعمل فارط القوة الموجود إلى أو فائض القوة الموجودة لديه للتخلص من أحد خصومه. نحن مقبلون على تشكيل حكومة جديدة، حكومة لبنانية جديدة، كان يدعو حزب الله بأن تكون جامعة لكل الفرقاء السياسيين، لكن لا أعرف الآن إذا كان سعد الحريري سيقبل بأن يمد يده لمن قام باغتيال والده، فهذه معضلة سياسية سيكون لها الكثير من التجاذبات والشد والجذب خلال الفترة القليلة المقبلة. الشارع اللبناني لا زال يلملم جراحه، ولا يزال وراء تفجير المرفأ، ولا يزال يدفن موتاه، لا يزال هناك 30 شخصا من المفقودين. يعني أصلا الشارع اللبناني
مصاب بحادث جلل، وهو ما دفع بالرئيس سعد الحريري خلال الأيام الماضية إلى التأكيد على التهدئة. أعتقد بأن الحكم لو صدر قبل الانفجار كنا رأينا مشهدا آخر في الساحة على في الشارع اللبناني، لكن الآن مع هكذا أوضاع ومع وضوح المحكمة بأنها كانت فعلا محكمة غير مسيسة، يعني في النهاية قامت بتبرئة 3 من 4، وهو أمر لم يكن أحد ينتظره، كان الجميع ينتظر بأن يتم تجريم الأربعة دفعة واحدة. هذا أمر يعطي مصداقية للمحكمة للجميع، وهو أعتقد ما سيبرد نوعا ما الاحتقان الموجود في الشارع.